We're here to underline that humanitarians are on the front lines. Humanitarians are there to provide assistance and protection to civilians. We need to ensure that humanitarians are protected and that civilians are protected. Wars have rules. These rules have to be respected. اليوم عم نتذكر الشهداء، عم نتذكر 21 شهيد عملوا في الشؤون والقضايا الإنسانية والإغاثية، 3 صحفيين وعشرات من المدنيين الذين سقطوا خلال الأشهر الماضية. العام 23 وعام 24 هي أسوأ أيام عم بيشوف العالم من ناحية ضحايا العمل الإنساني، شهداء العمل الإنساني. ويبقى السؤال، أيعقل أن يقتل كل من يقف بجانب الإنسانية؟ أن يقتال مسعفون في عقر دارهم هنا؟ هل من محاسب؟ هل من مجيب؟ كل يوم نناشد المجتمع المدني، وكل يوم نناشد المجتمع الدولي، وكل المواثيق الدولية لا تحترم. إلى متى سيبقى العمل الإنساني والمدنيين في خطر؟